هذا الملف أيضا يتجدد مرة ثانية ولكن بلعب خطير. طبع الكتب خارج العراق في هذا الضرب بالذات يعتبر فضيحة كبرى. شنو هالتحايل هذا؟ أريد واحد من الوزير إلى الرئيس إلى مستشار رئيس الوزراء إلى السادة بالبنك المركزي إلى وزارة المالية. عندنا مطبات الحوزة العلمية العتبات، عندنا مطبات شبكة الإعلام العراقي، عندنا اتحاد الصناعات العراقي، وعندنا مطابع أهلية. ليش إلا بلبنان؟ هسه صار كل واحد لقده هل قدم من المال الحرام وقام ياخذ بالعرض، قام ما يفيد وياهم الا قسم عده من المال الحرام. ليش هيجي؟ ليش هيجي محرمات اللي دا يصير هذا بالبلد؟ هسه لو مضمومه نقول ما يخالف، بس طلعت ريحتها، طلعت ريحتها. تفاجئنا بهذا الكتاب، تفاجئنا بهذا الامر الاداري وعلى مستوى عالي جدا، والمخطط له كما يبدو تحويل الطباعه ولسنوات قادمه. أكو قضية في إحدى الحلقات أنا كنت أتناولت ملف من الملفات المهمة في وزارة التربية، وهي ما كان يحصل في الوزارة من عملية اضطهاد ونهب ودمار واستنزاف للعملة العراقية من خلال طباعة هذه المناهج خارج العراق، وكيف كانت تتم السرقات والكوميشنات. زين، وقال لنا الجماعة أنه سيتم المحاسبة، وأيضا ما تمت المحاسبة. هسه ليش ما تمت المحاسبة؟ العلم عند الله والراسخون بالعلم والمال. هذا الملف أيضا يتجدد مرة ثانية ولكن بلعب خطير. فريد النبه سيد رئيس الوزراء والأخوة في مجلس القضاء الأعلى والسيد وزير التربية، شنو ملف في طباعة الكتب المدرسية إلا خارج العراق؟ ليش؟ أنا ما أدري. عندي أيضا راح ينضم وياي من الاستوديو المهندس محمد عبد محمد اللي هو عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقية، اللي بصراحة نبهوا لهذا الموضوع. انطوني يا للأخ أستاذ محمد، شلونك؟ يا أهلا وسهلا، الحمد لله. احنا الان امام، اشكرك طبعا، لا بالخدمة، احنا بخدمتكم وبخدمة كل العراقيين. يمكن انا ما عندي وقت كثير اناقش هاي القضية باسهاب، لكن انا اريد اتوقف عند الكتب اللي هاي امامي والان راح تعرض كوثائق على التلفزيون، انه شنو الضرورات من قيام وزارة التربية العراقية بطبيعة الكتب والمناهج الدراسية في لبنان، على الرغم من أنه أكو قرار لرئاسة مجلس الوزراء بال 2015 الذي يمنع من الطباعة بالخارج وحصرا بالمطابع الحكومية والأهلية. نعم أستاذ محمد. نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة طبع الكتب خارج العراق في هذا الضرب بالذات يعتبر فضيحة كبرى، ينبغي عدم السكوت، عدم التوقف عندها وعدم السكوت عليها. أي، لأنه الآن العراق يعاني من مشكلة البطالة، والكل يعرف بهذا الشيء. زين، فبدلا من أن نلقى فرص عمل للعاطلين عن العمل، تجي الدولة وتخطو خطوة توقف اللي يشتغلون وتحيلهم إلى العطالة. نعم، وتوقف المعامل. طيب، إذا نجي نشوف الإمكانيات لبنان على الطباعة، سكان العراق 7 أضعاف سكان لبنان، وتلاميذهم وطلابهم أيضا نفس النسبة. العراق عنده إمكانية بالمطابع الأهلية والمطابع الحكومية، هاي أعرفها، لكن شنو اللي صار؟ المنهج اللي كامل. صار شنو؟ شنو التبرير؟ اللي صار إنه ماكو تبرير منطقي ومقبول. أنا بموجب الكتب اللي أمامي يا أستاذ محمد، إذا تطوني الوثيقة رقم 3 يا غدير همام، هذا الوثيقة اللي بها أسماء الوفد العراقي الذي سيذهب إلى لبنان للتفاوض. أستاذ محمد، هذه الوثيقة تفاوض حول طبع الكتب، حول طبع الكتب، هذه في 6 8 يمكن
2022 اللي رايحين الأسماء بلي. السفير حيدر شاع البراك رئيس الوفد، أستاذ دكتور علاء عبد الحسين السعدي مستشار رئيس الوزراء، أحمد جواد الدهلكي وزارة المالية، دكتور مازن صباح أحمد البنك المركزي، السيد عبد الكاظم عبد علي الدراجي وزارة التربية، السيد خالد منصور رسن مكتب رئيس الوزراء، السيد حسن هادي حسن مكتب رئيس الوزراء، السيد حسن هادي حسن عفوا مكتب كما يرغب الوفد بعقد لقاءات مع الأطراف اللبنانية التالية: دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي، دولة معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة. المهم هذا الوفد اللي رايح، انتوا الان شفته انتوا يا استاذ محمد شنو اللي افتهمتوه؟ الوفد ليش يتعاقد ويا لبنان ما يتعاقد مع المطابع الحكومية؟ طبعا احنا تفاجئنا بهذا الكتاب، تفاجئنا بهذا الامر الاداري وعلى مستوى عالي جدا، والمخطط له كما يبدو تحويل الطباعة ولسنوات قادمة، يعني حكومة تصريف أعمال تكبل الحكومات القادمة بعقود طويلة الأجل، وهذه كارثة. لا خليني يبدو الأستاذ محمد، أستاذ محمد سيد عمار تعذر عن الحضور، أنت يبدو لي ما ملم بالتفاصيل كاملة. شوفوا هذا الكتاب اللي أمامي اللي هو الورقة الثانية يا همام، اللي بأربعة ثمانية 2022 هذا الكتاب أيضا نفسه اللي بيه أسماء السادة المبجلين الذين راحوا إلى لبنان لغرض التعاقد. الكتاب هنا يبرر طباعة الكتب بأن هنالك العراق يطلب لبنان فلوس فيطبعون كتب مدرسية بدلا من بدل الفلوس الرايحة، أو تحت شعار هي ضايعة ضايعة ومبالغ مودعة واللبنان مر بهذا الظرف. أنا أريد أسأل وزير التربية وأريد أسأل السادة اللجان اللي راحوا، ليش إلا طباعة الكتب المدرسية؟ ليش ما نروح نجيب مواد صحية؟ ليش ما نجيب أدوية؟ ليش ما نجيب معدات؟ وعندنا مطابع موجودة هنا، شنو هالتحايل هذا؟ أريد واحد من الوزير إلى الرئيس إلى مستشار رئيس الوزراء إلى السادة بالبنك المركزي إلى وزارة المالية، عندنا مطبات الحوزة العلمية العتبات، عندنا مطبات شبكة الإعلام العراقي، عندنا اتحاد الصناعات العراقي، وعندنا مطابع أهلية، ليش إلا بلبنان؟ ومشكلين لكم مفد من عشرة أو راح يشتغلوا يلتقون بمعالي دولة الرئيس ويلتقون بدولة فلان، زين ليش؟ ليش ما جبتوا مواد غيرها؟ مواد للسرطان، مواد لجل هذا مالت القرود ما ادري يسمونه، حاجات متنامية لأمراض، رايح إلا تطبع الكتب المدرسية؟ سيد رئيس الوزراء ذولا رايحين من مكتبك، وزير التربية مو يوم يمك كل ثلاثاء، ليش ماكو أفضلية؟ يا أهل اليد اللي وراء هاي الصفقة، انشك حس انشك صوتي بقضية المطابع وما حس سمعني، واليوم تعودون بأنقص منها، بس تعال شو تسوي؟ المن تحكي؟ نعم أستاذ محمد. أستاذ نجم إذا تسمح لي، المطابع الأهلية وحتى الحكومية اكو مطابع عندنا عملاقة كبيرة جدا وامكانيات جدا عالية، ليش انا ما ادري اكو عملاقة متخصصة بالكتاب؟ وليش هم ما يدرون اكو متخصصة عملاقة متخصصة بالكتاب؟ ليش هم الولد يدرون عملاقة؟ من يحرموهم من الطبع، الولد يدرون يبوقون، معناها تغلق، والله ما ادري هذا الملف، معناها تغلق، هاي الملايين اكو سابقة، هاي الملايين ليش تنباق عيني عينك؟ وانا ليل ونهار اصرخ، عندكم عطالة وعندكم بطالة وعندكم ناس قاعدين، المستشفيات مليانة أمراض، إذا تسمح لي ليش ما تجيبوا الأدوة بالفلوس اللي رايحة؟ نعم بابا خلي يجيبوا لنا مي. أكو سابقة في هذا المجال، أكو سابقة أستاذ نجم في هذا المجال، أي سبق لوزارة التربية أن طبعت في لبنان طبعت المناهج اللغة الإنجليزية، أي بعقد مع شركة غارنيت اللبنانية، هذا العقد لمدة 7 سنوات،
ايضا كبلت الحكومه المؤقته تصريف الاعمال الحكومات اللاحقه واستمر العقد وخلصت السبع سنين، وايضا رادوا جددوا لهم يا مره. انا اشكرك اشكرك استاذ محمد. العقد استاذ محمد احنا اخذنا وقت اخذنا بما يكفي من الوقت، لكن قسما بذات الله انا ما اترك هذا الملف، والسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم انا على الهواء وقلت لي انا راح احقق بقضيه العقد. هسه صار كل واحد لقده هل قد من المال الحرام وقام ياخذ بالعرض، قام ما يفيد وياهم الا قسم عوده من المال الحرام. ليش هيجي؟ ليش هيجي مو حرامات اللي دا يصير هذا بالبلد؟ هسه لو مضمومه نقول ما يخالف، بس طلعت ريحتها طلعت ريحتها. لا اله الا الله.